أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإن انتهوا وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وَبَنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ
وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. والله والله على كل شيء قدير. صدق الله.